خالد، رئيس المؤسسة المغاربية للتواصل وحوار الثقافات. كما يقال المناسبة شرف، نرتقينا اليوم باش نخلدوا الذكرى 30 تأسيس الاتحاد المغاربي. نديروا إن شاء الله ندوة تحت شعار المغرب الكبير رؤى وتوافق، سيشارك فيها مذكرة وباحثين من الاتحاد المغربي العربي أو ما يقال المغرب الكبير. سنناقش في مجموعة من المحاور، أهمها ميلاد هذا الاتحاد وإلى ماذا وصل. سميناه حكاية ميلاد لجمود، وسنناقش وضعية المغرب ما بين الاتحادين، الاتحاد المغربي والاتحاد الإفريقي، وكذلك سنتطرق إلى الحل، واقترحنا ما يسمى بالحل الاقتصادي لأنه هو البديل. ونتمنى من هذا الاتحاد المغربي أن يفيق من سباته، لأنهم يمثلون ما يفوق 100 مليون نسمة. وشكرا كل الذين جاءوا بقناعة وإحساس بأهمية الموضوع. كما نرحب الجمعي المدني، مشروع المغرب الكبير بدأت أولى إرهاصاته في التطور، لا زالت تعيش تحت وطأة الاستعمار فبراير من سنة 1989، ولربما كان هكذا، وللأسف الشديد توقف القطار على مدى 3 عقود. إننا كمجتمع مدني أصبح واجبا علينا اليوم، ونحن نسعى من خلال هذه الندوة التي النقاش وتوحيد الأفكار للخروج بتوصيات وصناع القرار في منطقتنا على حد سواء الرغبة في تصحيح النجاح والتوفيق لأشغال هذه الندوة. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلمة هي تأمل فعلا في أن يكون لها اتحاد يوازي أو على الأقل يسير بقدم المساواة مع الكيانات الاتحادية، سواء التي كانت على صعيد منطقة القارة الأفريقية أو العالم العربي. أي بلد من البلدان كانت العلاقات الدولية لا يمكن أن يعيش بمعزل عن كيانه ومحيطه هو الذي أو كيانات الاتحادية، فهي كثيرة، فهي بعضها أسباب داخلية للدول في المنطقة، لكل دولة ظروف ومؤامرة، ولكن هناك من لا يريد من القوى الإقليمية والدولية الأخرى أن يكون الاتحاد المغاربي قائم أو كيان. لكن منذ تأسيس الاتحاد المغربي العربي في 1985 إلى اليوم، كما تعلمون، مرت مياه كثيرة تحت الجسر، داخل هذا الكيان أو داخل إفريقيا أو على الصعيد. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.